من وين جايين؟ من فلسطين، من غزة. أهلا وسهلا، شو جايين تقدموا لنا؟ إحنا فرقة تخت الشرقي من معهد إدوارد سعيد، 4 عازفين ومعنا مطرب. رح نقدم أغنية للمطرب الكبير الراحل وديع الصافي. كيف جيتوا؟ رقط ضجيج وبيوت كل سكوت. حاولنا أكثر من مرة، حوالي 3 مرات نشارك في البرنامج، بس ما قدرناش لأنه كانت وقت المعابر مسكرة وما كانش في إمكانية يطلع من غزة. وقت الحرب انقطعت الدراسة، ما فيش إمكانية نروح على المدرسة، بس في أيام في وقت الهدن 5 أيام 3 أيام يوم كنا نروح ونصور الفيديوهات ونبعثها للبرنامج، يعني حتى يعني آخر فيديو كان في الهدن تبعت 5 أيام. كنا نخاف إنه نطلع لأنه الوضع خطير كتير برا، كان حتى في البيوت الوضع خطير بكون، يعني ما فيش مكان آمن. كان في الطريق للمعهد دائماً بنشوف بيوت مدمرة وأشياء مدمرة، يعني بتضايق الواحد من هذه المناظر وهو رايح يعزف موسيقى. خوفي عولادي من ظلم الأيام عأرضي عبلادي، خوفي عالأحلام. كان السفر أنه نيجي من غزة لبنان صعب كتير. المعبر رحنا 3 مرات ورجعنا ما قدرناش ندخل. رابع مرة قدرنا نقطع المعبر، فتنا على مصر واتجهنا على مطار القاهرة. كانت الطريق طويلة كتير في الباص من غير طيارة. ترحلنا على المطار، يعني قعدنا في المطار، نمنا في المطار ليلة، كانت صعبة. بالآخر تسهلت الأمور يعني من تسهيل ربنا. رغم القصف ورغم يعني كان الدمار، ضلينا يعني كملنا إنه نعزف ونتدرب، ويعني إنه على أساس إنه نشارك بالبرنامج. الشعب الفلسطيني انه غزة، اطفال غزة عندهم مواهب. احنا جايين على ارض قلت عشان نفرج موهبتنا للعالم، موهبتنا كانت مدفونة في غزة، هلا بنفرجيها للعالم ونفرج انه للعالم انه في غزة مواهب، في فلسطين مواهب. جاهزين ولا لا؟ جاهزين كسر المسرح. جاهزين اكيد. نادوا علينا يلا. تفضل. نشفت دموعي والله، حاجمن دموعي تسيني، نشفت دموعي والله، نشفت دموعي دموعي دموعي، نشفت دموعي دموعي دموعي. Yeah.
فلسطين وتستاهل غزة. كلكم رائعين جميلين. شكلك يا حبيبي. لحظة تاريخية، اللجنة كلها موجودة في المسرح. تعادلي تعادلي. شو حاسس حبيبي؟ قل لهم بالفرحة.